C'était pas le meilleur jeu de nous, mais on a très très هو تحليله بيقول المباراة طبعا دي مش أحسن مبارياتنا مش أحسن أدائنا وكان ماتش غريب إن إحنا بدأنا أول ربع ساعة كنا كويسين جدا كنا راكبين الجيم وجبنا جون بعد 15 دقيقة بالظبط مستوى نزل تماما بس الخصم بتاعنا ما عرفش يتعادل ما عرفش يجيب جون وإحنا نجحنا نجيب جونين تانيين كويس كسبنا 3-0 بس مش أحسن أداء لينا إحنا مش يعني أنا مش راضي عن الأداء بس طبعا النتيجة بتبقى مهمة بس في ظل المباريات المتتالية واكيد اللعيبه فيهم اليوم حاله من التعب اكيد مرهقين وده طبعا مؤثر في الملعب والاساس دلوقتي ان احنا المهم بالنسبه لي ان احنا نكسب المباراه ونفكر في المباراه الجايه بعد ان كان في لعيبه كان ممكن مهدده بالغياب عشان تاخد انذار تالت النهارده يعني فيا ترى انت كان في تعليمات للعيبه دي ان هم ما يحتكوش جامد او يحافظوا عشان ما ياخدوش الانذار التالت قال لا انا ما بقولش حاجه زي كده اللعيبه دي كبيره مش اطفال صغيرين عارفين ان هم المفروض افضل يحافظوا على لعبهم ما ياخدوش الكارت الانذار التالت بس برضه في نفس الوقت لو طلبت منهم متحفظين زياده على اللزوم وده ما حصلش كان القوات المشتركه ما كانوش هيكسبوها ما كانش الاداء هيظهر بشكل كويس انا ما بتقولش حاجه زي كده هم ناس كبار ومحترفين وعارفين هم المفروض يعملوا ايه من نفسهم بيجاوب على حياتك بيقول لك نفس اجابه السؤال بتاع صالح جمعه تقريبا هو اصلا ما ينفعش اسال ليه بيلعب او ما بيلعبش لان دي حاجه بترجع لوجهه نظر فنيه عموما انا عندي لعيبه كلهم المفروض يبقوا جاهزين وانا بلعب بس 11 في الملعب حسب قانون اللعب وسبع احتياطي ما اقدرش العب الناس كلها زي ما انتم شايفين كل واحد بياخد فرصته بادجي محتاج وقت عشان يتاقلم مع الفرقه ويدخل جوه الفريق وما ده محتاج وقت فما اقدرش اقول النهارده انه يلعب اساسي او افرضه او احطه بشكل انا ليا وجهه نظر فنيه اعرف امتى يكون جاهز ولما يكون جاهز هو شاب لسه صغير في السن وعقده سنوات طويله لسه قدامه مستقبل كبير مع النادي لما تيجي فرصته هديله لكن دلوقتي اللعيبه المفروض كلها تكون جاهزه وانا بختار قائمه اللاعبين الاساسي والاحتياطي في ضوء الاستعداد الفني والجاهزيه لكل مباراه. طب هو السؤال كان بنهنيك وانت كان بيقول انك ما لعبتش ماتشات مع فرق قويه لعبت ماتشات مع فرق قويه وحققت انتصارات بس هو بيتكلم النهارده عن التغيير الثالث محمود متولي اللي نزل كانوا متوقعين ان محمود متولي ما ينزلش ينزل حد ليه دور هجومي اكتر من دور دفاعي فاجابته قال طبعا ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده دي وجهه نظري فنيه لو كل واحد هتكلم ليه لعبت ده وما لعبتش ده يعني مش هقدر اني اقنعكم لاني في اخر وجهه نظر فنيه انا المسؤول الفني نمره واحد وده رايي وده على حسب سير المباراه وده رايي الفني انا بحتفظ بيه لنفسي ما اقدرش ابرر كل لعيب كل واحد اللعيب ده لعب ليه وما لعبش ليه.